السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعث صاحب الجلاله الملك محمد السادس برقيه تهنئه الى رئيس جمهوريه الارجنتين السيد البرتو فرنانديس وذلك بمناسبه فوز منتخب بلاده بكاس العالم 2022 لكرة القدم التي احتضنتها قطر. ومما جاء في هذه البرقيه يسعدني ان اتقدم اليكم والى الشعب الارجنتيني باحل التهاني بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة فوز المنتخب الوطني الأرجنتيني لكرة القدم بكأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر وبهذه المناسبه اعرب جلاله الملك عن اصدق عبارات التنويه الى كافه مكونات المنتخب الوطني الارجنتيني الذي ابان في جميع مراحل هذه التظاهره العالميه المرموقه عن روح رياضيه وتنافسيه عاليه واداء تقني رفيع مما اهله للتتويج لثالث مره في تاريخه بطلا للعالم في كره القدم كما جدد صاحب الجلاله تعبير عن تهانيه الحاره المشفوعه بمتمنيات جلالته لكره القدم وللرياضه الأرجنتينية بصفة عامة بالمزيد من التألق